أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن لبنان قادر على استعادة قواه ودوره الفاعل في الجامعة والوطن العربي بشكل عام. جاء ذلك خلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحضور السفير اللبناني بالقاهرة. وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع اللبناني. نحن كمان هيك منريد كلبنانيين، ما منريد أبدا لبنان يكون عيلة على حدا، منريد لبنان يكون فعلا بلد يعضد يساعد يلعب دور يؤدي رسالته. بكل حال اليوم لبنان مارق بصعوبة، مارق بمرض أنا بسميه، بنلتجئ للأصدقاء. هيدي الزيارة دخلت بهيدا الإطار بكل مضامينه، وهيدي مناسبة حتى نحن نعبر عن محبتنا لمعالي لمعاوني للجامعة العربية ككل، هالبيت اللي نحن بنعتبره بيتنا، لأنه فيه منحس إنه منعيش جمال العائلة العربية اللي لبنان هو من قلبها ومن صميمها.